قصة نجاح شعب عظيم قدر يغير الواقع ويهزم المستحيل، يرفع رايات العدل جيل ورا جيل. تاريخ كتبته مصر من زمان، إن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية. طريق للسلام والأمن إحنا اللي بدأناه. تحيا مصر، تحيا مصر. كانت بداية ورؤية العهد الجديد. اتكلمنا والدنيا سمعتنا، ويوم بعد يوم رايتنا بتعلى وتعلى. النهاردة بنمثل قارة بطموحاتها وأحلام أولادها، في الحرية والكرامة، في الأمن والسلام، في المساواة والعدالة، وفي التنمية المستدامة لإفريقيا وللعالم. مصر النهاردة قوة عربية إقليمية وإفريقية كبيرة. مصر في الأمم المتحدة 2019.